السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وأصحابه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن لحم الطيور في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس، واللي عنده اي استفسار ولا اي رؤية يخش على الفيديو من تحت في الكومنتات يكتب الرؤية بتاعته او السؤال بتاعه، ان شاء الله انا اكون معاكم ارد عليكم باذن الله. عندكم يا حبايبي كلمة الاشتراك بالاحمر، ريت تتكوا عليها وتشتركوا، والجرس فعلوا الجرس يا جماعة، واللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. لحم الطيور من ما تشتهون، ده اكل الجنة، ربنا يا رب يجعلنا كلنا من اهل الجنة، سواء كان محمر او مسلوق او مشوي، ده دلل على الخير والرزق، الرزق في المادة اللي هو المال، الرزق في الولاد، الرزق في الزواج، نجاح طالب بتفوق بقدر الحاجة او الكمية اللي هو اكلها، بيبقى نجاحه بتفوق. طيب كل بني ادم على قد القطعة اللي هو بياكلها الرزق جايله، والحاجة اللي هو بيتمناها من لحم اللي هو البط والوز والفراخ. لحم الحمام يا جماعة صعب شوية، يعني رزق جاي بصعوبة بمعاناة، لان لحم الحمام صغير وعلى بال ما بتفصصي وتعملي بياخد وقت، فبيبقى رزق بمشقة وتعب ومعاناة، فمش مستحب قوي رؤية اكل الحمام في المنام ما يكون مستوي يعني. اما البط والوز والفراخ والرومي كل ده من الرؤى المستحبة والرزق والخير اللي جالك على قد ما انت بتاكل الكمية او على قد القطعة اللي في ايديك، بيكون الرزق بيكون الحاجة اللي انت بتتمناها. لحم الطيور ده يا جماعة دلل على الزواج، الخطوبة القريبة جدا والزواج القريب جدا، نجاح لو طالب شاف نفسه ان هو بياكل قطعة فرخة كبيرة او قطعة بط كبيرة دلل على نجاحك ونجاحه بتفوق. لو واحد بيدعي ان هو ربنا يكرمه بالذرية على قد الكمية اللي هو بياكلها، ربنا هيكرمك بالانجاب، يعني هيديك رزق ولاد كتير وخلفة باذن الله، مال كتير، مشروع انت تتمناه، وظيفة، حاجة ربنا يبعتها لك من وسع وبرزق، برزق من ملوش اول من اخر. ده لحم الطيور، ده تأويل لحم الطيور اللي هو المطهي اللي احنا بناكله اللي هو المستوي. تأويل اللحم الني له تأويل تاني خالص يا جماعة، تمام؟ فده تأويل اكل اللحم الطيور اللي هو مستوي، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.